اتفضل يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم. تحدي صعب وقوي جدا النهارده في بطوله الدوري العام والجوله 22، الاهلي والمحل على استاد الاهلي والسلام في التاسعه والنصف. كل التوفيق النهارده للنادي الاهلي في ظرف صعب جدا الحقيقه، يعني عدد كبير من الغيابات وتلاحم يعني غير مسبوق للمباريات، امر بيكون في غايه الصعوبه على الجهاز الفني واللاعبين. ومردود يا كابتن ايمن الحقيقه اللي احنا هنقول عليه، يعني الضغط الكبير والتلاحم الكبير والمجهود اللي بيبذل فيه المباريات، بنتابع وبنشوف الاصابات يعني امر صعب جدا النهارده. لو بذكر معاك الاصابات يا كابتن ايمن، النهارده النادي الاهلي هيشارك في هذه المباراه بدون كل من احمد عبد القادر، علي معلول، حمدي فتحي، حسين الشحات، ايمن اشرف، اليو ديانج، علي لطفي، منعم، امر في غايه الصعوبه على الجهاز الفني. يا رب يكون في العون النهارده مع الكابتن سامي قمصان والجهاز الفني بالكامل، لان الاختيارات محدوده بشكل كبير جدا، سواء في ال11 اللي هيكونوا متواجدين في المباراه او دكه البدلاء. لكن رهاننا المعتاد على لعيبه النادي الاهلي والشخصيه والروح الكبيره وروح الفانيله الحمراء اللي بتحسم اي امور واي ظروف مهما كانت الصعوبات ومهما كانت التحديات. مباراه النهارده لا تقبل القسم على اثنين ثلاث نقاط مهمين جدا لفريق النادي الاهلي، بعيدا عن الترتيب وبعيدا عن النادي المحله طبعا الحاصل على 25 نقطه، بعيدا عن كل الامور دي، هي مباراه بطوله. كل فريق بيقابل النادي الاهلي بيقابل النادي الاهلي اكنها مباراه كاس او مباراه بطوله. فعشان كده النهارده منتظرين من كل لاعبتنا مجهود اكبر، منتظرين انصاف الفرص النهارده تستغل، دخولنا في المباراه يكون قوي من البدايه، يفرض النادي الاهلي شخصيته كالعاده، لان النهارده فريق غزل المحله بيلعب كوره وعنده امل كبير وعنده الرغبه ان هو يكون متواجد ند بند مع النادي الاهلي. ده امر مشروع لكل طبعا المنافسين او كل ايضا الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي. لكن النهارده ان شاء الله باذن الله كابتن سامي يكون موفق في الاختيارات، 11 راجل النهارده كالعاده يكونوا متواجدين في الملعب دكه البدلاء النهارده، ايضا كمان من خارج الخطوط يكون موفق في اداره المباراه بشكل عام الكابتن سامي قمصان والكابتن محمد شرف. يا رب يكون الظروف والمناخ يا كابتن ايمن النهارده مع فريق النادي الاهلي من طاقم التحكيم يكون موفق. كل الامور دي يا رب بنأملها وبنتمناها ان تصب في مصلحه النادي الاهلي، ويستطيع النادي الاهلي الحصول على ثلاث نقاط، وايضا كمان الاداء اللي بيسعد كل جمهور النادي الاهلي. جمهورنا النهارده كالعاده يكون متواجد في المدرجات، مطلوب منهم كتير جدا، يمكن النادي الاهلي في اشد الحاجه لجمهور النادي الاهلي في هذا التوقيت الدقيق والصعب جدا على كل اللاعبين وعلى الجهاز الفني. فان شاء الله النهارده نشوف حماس في المدرج، نشوف هتافات، نشوف تشجيع لفريق النادي الاهلي، بتفرق بشكل كبير جدا مهما كان العدد قليل، مهما كان العدد يعني انت عارف طبعا 2000 ونص طبعا ده امر مهم جدا، ويمكن كنا في الفتره اللي فاتت كنا بنعمل ان يكون العدد اكبر من كده، لكن مهما كان المتواجد في المدرج ان شاء الله باذن الله يكون هتافه في الملعب يوصل للعيبه، ويا رب اللعيبه ان شاء الله كعادتها تستقبل الهتاف والتشجيع بجانب الرغبه المتواجده والدائمه، وتترجم هذه الامور بثلاث نقاط يساعد النادي الاهلي بشكل كبير جدا في مشواره في بطوله الدوري العام. متواجدين كالعاده طبعا كابتن ايمن في فندق الاقامه، المحاضره الفنيه الاخيره للكابتن سامي قمصان لا ياكد على التشكيل وياكد طبعا على نقاط القوه والضعف، اللي يمكن الفتره اللي فاتت كان بيتابع المحاضرات الفيديو الهايلايتس كل الامور الخاصه بفريق المحله. الامور يمكن صعبه شويه في هذه المباراه، لكن مش هنسبة الاحداث، يا رب ان شاء الله نشوف التشكيل، نشوف الكابتن سامي قمصان مكلف مين في بعض اللعيبه ممكن نشوفها النهارده بتشغل اماكن غير اماكنها، الادوار هتكون مختلفه بشكل كبير جدا. لكن رهاننا ان شاء الله كالعاده على كل لعيبتنا، يا رب كل الامور تكون معانا باذن الله. كمان كابتن ايمن انت عارف استاد الاهلي والسلام بيستقبل مباراه اليوم في التاسعه والنصف، ارضيه الملعب حاجه ممتازه جدا، استاد رائع جدا ملعب النادي الاهلي، فكل الامور معانا. لكن هي الاصابات هي الامر صعب جدا على لعيبه النادي الاهلي، لكن ان شاء الله يا كابتن ايمن دعواتك ودعوات كل جمهورنا العظيم لعيبتنا تكون مركزه في كل المباراه في 90 دقيقه، نكمل كمان 90 دقيقه، مش عايزين اي اصابات، مش عايزين نخسر اي حد، لان فقدان عدد كبير من اللعيبه هيكون امر مزعج جدا. قبل ما اختم معاك كابتن ايمن، يعني هي في مؤشر ايجابي جدا ان شاء الله باذن الله عقب هذه المباراه هيرجع لنا اليو ديانج ومنعم اضافه يكونوا معانا ان شاء الله في مباراه بيراميدز في الكاس. لكن نشوف الصفحه النهارده، النادي الاهلي انت عارف ما بيسبقش الاحداث، بيشوف المباراه بتتقفل الصفحه ثم بعد كده بيفكر في البطوله، بطوله الكاس الجديده. مستمرين معاك كالعاده كابتن ايمن من مقر طبعا فندق الاقامه حتى ملعب المباراه، كل الاجواء الكواليس الخاصة بمباراة اليوم الأهلي والمحلة. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد. كريم طمنا على الأجواء ما قبل المباراة.